العالم صراحه بقى لينا الحال بزاف علاش ضربنا الدراري بزاف ماشي اللي تضربوا في الكاس العام حتى اللي ما صافوش معنا علاش مهمين بزاف الجواد وبلال البقالي فاللي قلت لك دا صعيب بزاف بالحق تبارك الله الدراري اللي بقاو بقينا قلالين بالحق تزرجلوا وداونا حتى الكاس فينال تبارك الله علاش ماشي سهله والحمد لله حاولت تطمن شي يلا يوم من قبل درت عاوتاني ليكوغرافي وريسونانس وشفنا ماشي القضيه ماشي صعيبه بزاف ما ترش كامل داكشي اللي كان خايفين فيه وماشي شي شهرين ان شاء الله غنرجعوا الجماهير المغربيه رساله للجماهير اللي سانداتكم وشجعتكم تبارك الله عليهم فهاد داكشي اللي قلت قبيلاتي هاد الدراري اللي سافرت لوزبكستان اللي شجعنا من لهنا عاونونا وعاونونا بزاف وشكرا مع كاس العالم دوزات ماشي ما دوزاتش اللي شحال حنا كون بغينا نزيدو حنا كون بغينا نديو كاس العالم حنا مشينا تما باش نربحو كاس العالم ماشي عرفتي ربي كبير وما عرفناش فين فيها الخير وحنا عاد ما كملناش خدمه حنا نزيدو خدمه ان شاء الله باش نهار واحده ان شاء الله كاس العالم نديوها انايا المغرب ان شاء الله باش نبانو باش ننافسوا على اي لقب ندخلوا له ان شاء الله باذن الله وباش ننافسوا على كاس العالم ان شاء الله في الـ في الـ في الـ النسخ المقبله ان شاء الله باذن الله شكرا صراحه كنشكر الجمهور المغربي اللي ساندنا طيله هذه المسابقه استطعنا اننا نتاهلوا الربع النهائي رغم ان كانوا بزاف الاصابات وهذه وان شاء الله انا كنوعد الجمهور ان شاء الله باش نهزوا رايه البلاد في المقابلات الجايه والمسابقات الجايه ان شاء الله باذن الله هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه MDGS نربحوا الرياضه